وقل رب زدني علما. قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، دائما يسألون عن الساعة، وكثيرا ما يسألون النبي يسألون عن الساعة. لما سأل جبريل يسألون قال لما سأل متى الساعة قال عليه الصلاة والسلام من نعم المسؤول أنا أبي أعلم من السائل. ولهذا يقول الله له يسألونك عن الساعة في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، وكان يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا أعددت لها، ماذا أعددت، يعني كان ينبغي أن يكون السؤال عما يعد الإنسان للساعة، أما متى الساعة. وكان ينظر إليهم إلى أصانه ويقول لن يأتي هذا أجل حتى تكون قيامتك، أنا في قيامة خاصة بك أنت، وقيامتك هي اليقين الذي لا شك فيه هو الموت، كل إنسان ستكون قيامته، فانظر أنت إلى قيامتك لا تنظر القيامة الكبرى. هذا أمر أخفاه الله سبحانه وتعالى وشدد في إخفائه حتى قال عز وجل إن الساعة آتية أكاد، ماذا أكاد أخفيها، قال المفسرون أكاد أخفيها عن نفسي في بعض ما قيل حول معنى هذه الآية، فيما أنت من ذكرها ليس شأنك ولا مهمتك أن تذكر الساعة وتتحدث عن قيامها، وإنما مهمتك إنما أنت منذر من يخشى. إذن ليست مهمتنا أن نسأل عن الساعة، وإنما المهمة يا إخوان أن يخشى الإنسان الساعة وما يكون في الساعة من السؤال والجواب، ويعد لهذا السؤال جوابا صوابا.